نفرتيتي امتى الجوكر؟ دلوقتي دوس على البازر. سؤال مش سهل. جغرافيا. والسؤال هو رازيم هي من أكبر البحيرات بإحدى دول البلقان، فما هي؟ على مساحة 415 كيلومتر مربع، بحيرة ماء عذبة على شاطئ البحر الأسود. خمس ثواني. خالد العوضي اتفقتوا 17 ثانية، خدت وقتكم. خالد إجابتك رومانيا. رومانيا إجابة صحيحة. يا ولد سؤال ما كانش سهل. رومانيا، برافو يا خالد. إيه دي إجابة محمد عبد الرازق؟ لا إجابتنا خالد. إجابتنا لورشا. كلنا مع بعض. كلكم مع بعض. تمام. فريق نفرتيتي 30، فريق الكرنك. عندكم سؤال في التاريخ.